تحت قبة هذا البرلمان ينهمك وزراء ونواب في توفير أموال سلسلة الرتب والرواتب في وقت لا يزالون يغضون الطرف عن أكثر من 22 مليون دولار دفعها المواطن كرسوم جمركية لكنها ضاعت عن خزينة الدولة. هي فضيحة أسعار المحروقات التي كشفتها الوحدة الاستقصائية قبل أكثر من شهرين. هلأ هون معلش فيك توقف الكاميرا. التحقيق يوم ذاك أظهر كيف قامت شركات المحروقات على مدى أكثر من 3 سنوات باستيفاء الرسم الجمركي من المواطنين، مع أن الشركات نفسها تعفى من هذا الرسم بموجب اتفاقية بين لبنان والاتحاد الأوروبي. التحقيق أودعناه يوم ذاك وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولة تويني الذي أقر بوجود مخالفة، فتابع الملف وأطلع رئيس الجمهورية عليه، وهو ما أثاره الرئيس ميشيل عون في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 8 من الشهر الفائت، وطلب إلى الوزارات المعنية التحرك فوراً. مع الوزير العدل شاف أنه القضية محقة وشاف أنه الملف مضبوط وأنه فعلاً في مبلغ من المال يجب إرجاعه، وطلع معالي وزير البترول قال أنه نحن حنصحح تركيبة السعر، يعني سوف يتم تصحيحها أولاً، ثانياً بدنا نلاقي طريقة قانونية 100% لاسترجاع هذا المبلغ. هذا الكلام لوزير الدولة لمكافحة الفساد كان قبل شهر ونصف، لكن إلى اليوم لا الأموال استرجعت ولا أسعار المحروقات صححت، ما يعني أن تسرب الأموال من جيوب المواطنين ما زال مستمراً. معالي الوزير موجود؟ إجمالاً تصريحات إعلامية مش كتير عم يعطي، بس هلا نشوف إذا كانت أي جواب أو بده يحكي كنا جمع التصريح. لا الاتصالات ولا الكتب نفعت في التواصل مع وزيري العدل والطاقة للاستيضاح أين أصبح الملف. فائقة كانت سرعة التحرك لوقف مجرد فيديو كليب، لكن يبدو أن الجول لم يدخل إلا في شباك المواطن، فبدلاً من وقف الهدر والفساد ها هي الضرائب تفرض هنا تحت هذه القبة. نعيم برجاوي، قناة الجديد